اهلا بيكي ودايما بنوركم. يعني انا النهارده موجود تكريم كاسة مذيع اذاعه، حاجه حلوه جدا. يعني الواحد كل فتره يكون عنده حاجه في الاذاعه في التلفزيون، فحاجه جميله وتكريم جميل يعني الحمد لله. ابص هنا ابص هنا، ربنا يخليكي. متشكر جدا متشكر جدا. انا امبارح على اساس ان هتذاع بكره صح؟ مظبوط، دي كانت جايزه داخل صح كانت جايزه داخليه في نجوم اف ام من الاداره، فدي حاجه مبسوط بيها الحمد لله، وجايزه النهارده، فدي يعني ربنا يكرم كده وتكون بدايه للسنه الجديده احلى ان شاء الله. لسه ما فيش حاجه، شغالين على كذا برنامج تلفزيون، وما فيش حاجه في الدراما لغايه دلوقتي اتفقت عليها، عشان وقت البرنامج بتاع الراديو بس شاغل الوقت كله، لكن ربنا يسهل في خلال يمكن الاسابيع اللي جايه هتكون كل حاجه بانت يعني ان شاء الله.